اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان مع لايف جديد من محافظة المنيا، وتحديدا من مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يجري على قدم وساق بمحافظة المنيا. ونحن الآن في أحد المشروعات التي تتم، وهو تأهيل وتبطين أحد الترع بمحافظة المنيا التابعة في مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا. زي ما حضراتكم شايفين، يعني هنا العمل يجري على قدم وساق، ودي المراحل الأخيرة في مرحلة تبطين الترعة. العمال هنا يقومون بتسوية الأحجار التي تم وضعها بنظم معينة، وزي ما انتم شايفين وضع الترعة قبل أن يتم الانتهاء منها وأن تسير فيها المياه. وزي حضراتكم شايفين، يعني طبعا الصورة توضح كيفية الانتهاء من العمل، وأدي الخلاطة تعمل أيضا بشكل مستمر على توفير الأسمنت والخاص بتمحير ومحارة الترعة من أجل خروجها بهذا الشكل. هيكون معانا حد من القائمين على المشرفين على العمل، هيحكي لنا عن الترعة وعملية التبطين والتأهيل وأهميتها. حضرتك المهندس صالح بسطاوي علي، مهندس مساحة في أعمال تبطين أو ترع. ولا مش مهندس، احنا الوقت وقفنا على ترعتي. الترعة دي اسمها ايه؟ اسمها ترعة البردانون. ترعة البردانون في المنيا، تابعة لمركز مطاي. تابعة مركز مطاي. طيب قول لي، دي مساحتها كام؟ طولها كام؟ طولها 4 كيلو. 4 كيلو، احنا انتهينا من قد ايه فيها؟ انتهينا كيلو 200. كيلو 200 من 4 كيلو. تمام، قول لي طيب أهمية التبطين، يعني أهمية تبطين الترعة. طبعا احنا عارفين في الفترة الأخيرة دي في الوضع حاليا في حروب مائية على مستوى العالم، من الفخر المياه والحفاظ على المياه. فدلوقتي بنبطن جميع الترع على مستوى الجمهورية. في البداية بنقوم بأعمال أرمكة، بنشيل الحشائش والأعشاب، ثم بعد كده بنأرنكة، بنعمل تهيئة، بنهيئ الترع على الشكل الهندسي المطلوب. بعد كده بنعطي أعمال دبش بسمك 30 سنتي، القاعوج والميل وقدمة فوق. بعد كده بتليها أعمال التبطين الخرسانة سمك 10 سنتي كل. وبعد كده في فواصل، طبعا الفواصل دي بتعملها بتامين. ايه أهمية الفواصل دي يا باشمهندس؟ الفواصل دي يا باشمهندس ضروري منها، عشان لو حصل أي عيب في بلاطة ما تضربش اللي جنبيها. يبقى العيب ده يتحصل في نفس البلاطة. تمام؟ يبقى الفصل ده كده فصل. برضه في حاجة، الخرسانة دي تتمدد في الصيف وتنكمش في الشتاء. فالفاصل ده بيسمح لها بكده. تمام. طب كل يا باشمهندس، احنا دلوقتي عايزين نعرف أهمية عملية التبطين دي للمية، للحفاظ، في الحفاظ على المية. طبعا بتحافظ على المية، بتقلل نسبة الفاقد، بتقلل التكاليف بالنسبة لنا، ما نعملش تطهيرات فيما بعد. يعني التبطين ده خلاص فيما بعد ما نعملش تطهيرات. لو الترعة طبيعية كده، بص حضرتك المنظر اللي ورا، الأعشاب دي مثلا كل سنتين تحتاج تعمل عملية تطهير. التطهير ده مكلف طبعا. يجي نقول نعمل لها مزاد ومستخلصات وكلام، انما دلوقتي كده استمر الترعة سنين عديدة ولا تطهير ولا أي حاجة. زائد ايه؟ تحليل الفاقد في المياه. تحليل؟ تحليل الفاقد في المياه. مفيش طبعا نسبة تخرير بتقل وهكذا. طب قول لي باشمهندس، يعني انا شايف مواسير برضه في ال المواسير دي يا فندم، عشان خاطر لو يوم من الايام الميه ارتفعت الاراضي الزراعيه وكان هنا مفيش ميه، تدخل الميه تتسرب الاراضي الزراعيه للترع، بدل ما الميه الخارجيه تطعر الترعه تضربها تكسر. يعني برضه ليها دراسه يا فندم. دي معموله على دراسه وكده. كل الترع بمسافات واحده، بميل واحد في لا لا لا، الترع حسب قطاعاتها. في ترعه مثلا بتروي عدد كم معين من الافدنه، تلاقي القطاع بتاعها كبير، الفتحه فوق اكبر، العمق اكبر، عرض القاع اكبر. في ترعه مثلا محمله بعدد افدنه اقل، بيتعامل القطاع بتاعها صغير. كل ترعه واهميتها، الاهميه بتتوقف على حجم الافدنه اللي تسقيها.
او الترويح. طب قول لي يا باشمهندس، عدد الترع هنا كام يعني اللي حضراتكم؟ كتير والله، المجال مفتوح في الفيوم، في المنيا، في محافظه المنيا، في محافظه المنيا هنا اللي انتم مسند اليكم العمل فيها. والله اللي يمكن احنا دلوقتي في العمل اللي احنا فيه حاليا معانا خمس ترع. خمس ترع في المنطقه هنا؟ شركه واحده فيها خمس ترع. خمس ترع بس، لكن في شركات ثانيه. شغله كم ساعه يا باشمهندس؟ لا بنشتغل العمل من 6 ل 6 يا فندم. 6 ل 6 6 ل 6 اه. وفي عمل كمان شغال بالليل، يعني توريد الدبش بالليل مستمر زي النهار. المعدات بتشتغل اكثر من 12 ساعة. في يعني عشان تشتغل من 6 ل 6 لازم تشتغل عدد ساعات اكثر، توريدات وحاجات تخلف. شكرا يا باشمهندس. لا هنا في مطايا عندنا كم ترع؟ احنا عندنا هنا البردنوه اللي احنا شغالين فيه حاليا، وحسن اغا، وفي ترع تاني واخدها هندسه ري. تمام. هنا احنا وصلنا بنسبه كام هنا؟ احنا هنا وصلنا ان شاء الله كده بنسبه 50 60%. 50 60%. دي اخر حاجه بتتعمل في الترع؟ دي كده الفينش بتاعها اللي هو عمل الخرصانه. الخرصانه دي بتبقى اخر، هو البدايه عمليه تطهير ازاله حشائش، تطهير، وبعدين تطهير الدبش، ما بين الدبش والشاشه دي جزء منها، وبعدين ده كده الفاينل بتاعها الخرصانه في المعالجه. المعالجه اللي هي بين الفوص بس كده خلاص. شكرا. عفوا. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم سمعتوا، احنا بنشتغل من 6 ل 6، وكمان العمل مستمر في الليل. في الليل العمل مستمر في اعمال التشوين، تشوين الدبش وتشوين المعدات، عشان نقوم الصبح الساعة 6 الصبح نبدا العمل. كنا معاكم من محافظة المنيا، وتحديدا من على ترعة بردنوها التابعة لمركز مطاي، وتأهيل وتبطين الترعة، ودي في المرحلة الأخيرة من تبطين وتأهيل الترعة. كان معاكم حسن عبد الغفار من محافظة المنيا، مراسل يوم السابع بمحافظة المنيا.